بعد سنوات من البذل والعطاء، أقف ويحفني دفء مشاعركم، أقف وسندي نخبة من الخريجين والخريجات، ولسان القول لو كنت بكماء لصيرت بفضلكم لبلبا، ولو كان لساني أعجميا لصار هاهنا متنبيا. جئت إليكم بثوب التخرج أحكي حكاية الكل هنا أبطالها، زملائي وزميلاتي، يتغنى دائما بالنهايات، بمدى السعد الذي ينسيك كل ما قد واجهت، لكنني في مسيرة العلم أيقنت أن المتعة تكمن في الرحلة لا في لذة الأصول. فلنكمل مسيرتنا في تحقيق أحلامنا، لأن القمة تتسع لنا جميعا، فمن أرض اللؤلؤ وأرض واحات النخيل مبارك تخرجنا. وأنتم أيها الأهل والخلان، آباء وأمهات، إخوة وأخوات، يا من كان صبركم زاد الوصول وانتظاركم أمام الأبواب طمأنينة لنا، فإن اليوم هو عودة بعد غربة في طريق طويل، كل ما بذلناه في رحلتنا كنتم نصب أعيننا، لنهديكم في الختام تخرجنا، فهنيئا لكم هذه الفرحة.